بعض الناس نسأل العافية السلامة يشرب الخمر مسلم. هل هذا يمثل الإسلام؟ لا. الذي يخالف الإسلام هذا لا يمثل الإسلام. الإسلام لا يوزن بالأشخاص. إسلام نبا عمل الأشخاص نوزنه بالكتاب والسنة. الآن مثلا ممكن رجل عندكم في الدولة يصنع شيء. هل كل فرد من أفراد الدولة هم يمثلوا الرئيس أو الحكومة أو الدولة؟ لا، ممكن هذا يخطئ. إذا أردت أن تعرف الإسلام لا تنظر إلى الأشخاص، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول بعض الناس ننظر إلى أفغانستان، ننظر إلى كذا، ننظر إلى، نقول لا، هناك من أراد أن يشوه الإسلام. حتى هذا الذي يصنع هو لا يمثل حتى أفغانستان أصلا. نعم. إذن الإسلام عندنا لا ينظر فيه إلى فعل الأشخاص. ممكن هذا يخطئ، ممكن أنا أخطئ، أنا بشر. نحن نرجع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. هذا الميزان. إذن عندنا ميزان نزن به الأفعال والأقوال. Ça veut dire une balance entre avec qui nous disons quelque chose, qui ben action, ben parole, qui ben dit mon effet, il dit.